بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة غيرت ورحنا شبار، طبعا الإعلام ضعيف بس يعني بدأ ياكل دلوقتي، يعني بعد الساعة 8، يعني الساعة 8 بالظبط بدأ الشمس مضروب في المية، بدأت المية تسخن، إعلام مباشرة والله، بدأت يعني بدأت المية تسخن شوية، بدأ الشبار ياكل، يعني الشبار الأخضر اللي هو يعني البورصة كلها بتستناه. فنشوف كده في علامة مع بعض اهيت، علامة مباشرة والله. هنشوف كده مع بعض يا جدعان، وبعد كده لو في حاجة بإذن الله هنصورها كده مع بعض. يا جدعان بس ولسه يعني برضه خليكم معانا في حاجة. تاني برضو تعلم هاي. الصلاة على النبي، الله أكبر. ها شوية العفر يا جدعان، ربنا أمهاتها بس شوية العفر. يلا خليكم معايا، ربنا يفيدك ان شاء الله. يلا شباب ابيض كمان اهو، بدات تحلو اهي، خليكم معايا. واحده مباشره يا عم، شوف الصلاه على النبي اهو، شباب الاخضر اهو. يلا خليكم معانا، خليكم برضه صغير وكبير والله، ايه من ده على صغير وكبير، خليكم معانا ان شاء الله تبقى حلو باذن الله. الصلاة على النبي، سايس فوحوش يا جدعان، الله اكبر الله اكبر يا جدعان، الصلاة على النبي وحش. الصلاة على النبي، يلا خليكم معايا. خليكم معايا، واحدة مباشرة مع بعض. فين باينة؟ هو بيبدأ يعلم يا جدعان من بعد الساعة 8، يعني بعد الساعة 8 الشمس بتضرب في المية، بتبدأ المية تسخن سنة، يبدأ ياكل. المكان ده على طريق البشتيل، بعد الكمين بتقوم داخل يمين، تكمل الترعة على طول، أول ترعة في أول جزء الترعة ده، بعد ده بعدها على طول مصر كده جنبه. معانا سالب شبر ابيض اهي، ابيض خليكم معانا. ربنا يفرجها، ربنا يرزقكم.